عجيبة، أنت مش لسه نازل ما بقالكش ساعة؟ إيه اللي رجعك تاني؟ طبعًا، رجعت تتجسس عليا. أنت ربنا هيتوب عليا منك، جاتك خيبة. هو أنت يا راجل أنت اتخرجت؟ ما تمت، إيه اللي رجعك تاني؟ ما تمت؟ يا مدام فوقي، يا مدام، يا مدام فوقي يا مدام، ما تتخضيش، ما تقومي يا وليد، يا مدام فوقي. انت ايه؟ عفريت؟ الشيطان؟ لا، انا كمال سالم. كمال سالم مين؟ مدير حسابات الشركة العالمية للإنشاءات. يا دي الكسوف، أنا متأسفة قوي، معلش. اتفضل استريح يا ستي، أنا مرتاح، المهم أنت تكون ارتحتي. أنا قوي، لكن أنت تعرف جوزي منين؟ جالي كم مرة في الشغل؟ اللي عمره ما جاب لي سيرتك ولا مرة، على الأقل كنت تاخد بالي. تلاقيها بس حاجة مش مهمة بالنسبة لي. أبدا وحياتك، ده هو اللي مدهول كده على طول. معلش جت سليمة، أنا أصلي كنت جاي له في موضوع مهم قوي. خير؟ أصل له فلوس معايا. فلوس؟ فلوس إيه؟ فرق الشيك كان صرفه من عندي وخد الفلوس نفسه. أنا الأخرى قلت هجيله فلوس منين؟ أصله بعيد عنك فقر وخيبة، من يوم ما اتجوزته وهو ما حلتوش غير ماهيته وبس. باين عليكي تعبانه منه قوي. تعبانه وبس، ده موريني الغل اللي ما هو راضي يتحرك زي بقيه الرجاله. اقول له شوف لك شغله بعد الظهر ولا سافر زي بقيه الرجاله ما بتسافر وترجع بعربيات. مش راضي يا اخويا، قال ايه؟ ما اقدرش ابعد عنك، بحب كاتونيله. واديك زي ما انت شايف حالتنا. معلش، في ناس كده مغرمه بقعده البيوت. بس الوقت اللي احنا فيه مش بتاع الكلام ده يا استاذ. ده انا بتبقى عيني طالعه على فستان ولا حته جزمه ما بقدرش اشتريهم. انا خلاص فاضية. المهم تشرب شاي ولا قهوه؟ متشكر، انا حاب اعد عليه وقت تاني. يا خرابي، ودي تيجي اقعد اشرب حاجه. لا، ما انا برضه حاب اجي لكم. انست وشرف، بيسلمي لي على الاستاذ سعيد. يوصل. ابقى خلينا نشوفك. هيحصل. استنى هنا يا حيوان. مين؟ يا سعيد. مين؟ استاذ كمال. انت جننت؟ انا اسف، بس حضرتك كنت جوه عندي بتعمل ايه؟ حق عليا، انا جايب لك فرق اخر اذن صرفت من عندي. ومتشكر قوي على امانتك دي يا استاذ كمال. يا خبر، الله. في يا سعيد؟ ما كنتش عايز حد يشوفني في الموقف ده. طب بس روق، مفيش حاجة حصلت، وخش انت ارتاح. اتفضل، انا نفسي اقعد اتكلم معاك شوية. معلش، وقت تاني. خد عنوان البار اللي بقعد فيه وتعالى نبقى نتكلم زي ما انت عايز. يا سعيد تعالى. مساء الخير يا استاذ كمال. اقعد، هات حاجه هنا. ما تاخذنيش يا استاذ كمال ده على اللي حصل مني امبارح. يا راجل ما تدقش. تعرف يا سعيد، انا حاسس انك تعبان قوي. اعتبرني زي اخوك واحكي لي على اللي تعبك. مش يمكن اقدر اساعدك؟ ما افتكرش حد يقدر يساعدني. يمكن هي رخرة معذورة، الستات مطالبهم كتيرة والحياة بالنسبة لهم مظاهر، لازم انت برضو تحاول ترضيها. ازاي؟ دي ست ما يهمهاش اني اسرق عشان اجيب لها طلباتها، وانت عارف ان شغلتنا حساسة والفلوس قدامنا كتير.
ممكن الانسان مننا يضعف، بس انا هفضل طول عمري انسان شريف، ما اقدرش اخد حاجه مش بتاعتي. انا هحكي لك اللي عمري ما حكيته لحد، هكشف لك حاجه اتكشف اقولها لاقرب الناس ليا، بس انا محتاج اتكلم. وانت بالنسبه لي انا اسف اني بشبه نفسي بيك. من يومين بعد ما لاحظت انها بتخرج كتير سالتها. كنت فين؟ خضتني. انت رجعت امتى؟ انت مش قلت رحت تدور على شغل؟ انت طايل الاول كنت فين كده؟ ما انت عارف كنت عند خالي. خالك؟ عند خالي. ولا يعني انا كدابه؟ فاهميني جبت دي من ايه؟ اوعى ايدك يا اخي هتسرق السلسله. بقول لك انا لازم اعرف انت بتجيب فلوس الحاجات دي كلها من ايه؟ قلت لك كنت عامله جمعيه وقفتها. انهي جمعيه دي اللي هتكفي كل يوم فساتين ومصنم وشنط وجزم؟ قصدك ايه؟ قصدي انا لازم افهم انت بتجيب الفلوس دي كلها من ايه؟ طب مش هتبطل الشك المقرف بتاعك ده؟ انا مش شكاك. انت كدابه. انا كدابه؟ ايوه. هي هتقعد تقول لي كده كمان؟ لازم اعرف. انا رحت لخالك وسالته عليك، قالوا لي انهم ما شافوكيش من شهر. وكمان بتتعصى عليا عند قرايبي؟ اسمع يا راجل، انت لازم تطلقني على الاقل تريحني وتريح نفسك. دي بقى تعيش هتعرف. الشك مش كفايه يا سعيد، لكن اذا كنت متاكد انها بتلعب بيك انصحك تطلقها. اسوأ حاجه في الدنيا لما الست تلعب بالراجل. كمال كمال اركب. اهلا اهلا. على فين؟ هنقضي يومين بالليله في اسكندريه. ايوه بس. لا بس ولا حاجه، هنقضي خميس وجمعه. اصل انا متضايقه شويه. طب مش اروح احضر شنطه هدومي؟ لا في كل حاجه هناك في الشارع. عينيات مالك مسروق كده ليه؟ تعالي تعالي. ليه بقى؟ افرجك حاجه لطيفه. اشتقت تاني صحيح؟ ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. اتفضلي شوفي. حلوه قوي. ودي بكام بقى على كده؟ مش مهم الفلوس. يعني بكام يعني؟ يا عينيات ب 3 جنيه 68 قرش ونص. وجبت الفلوس دي كلها منين بقى؟ النهارده صرفوا لنا فرد غلاء معيشه. نزلت جاري اشتريت لك الحته دي. وليه تتعب نفسك قوي كده؟ اتعب نفسي؟ ده انا لو طولت اديك عينيا كنت اديتها لك. ما عندكيش فكره انا فرحت قد ايه النهارده لما صرفت الفلوس دي عشان هجيب لك هديه. يا اخويا كان حقك كملت عليهم وجبت لك جزمه احسن. يا ستي انا مش مهم، المهم انت تكوني راضيه عني وفرحانه. وانت فكرك اني هفرح بحته قماش ب 3 جنيه و 68 قرش ونص؟ اهو ده اللي في ايدي. هعمل ايه يعني؟ يا اخويا اتلحلح شويه. الصراف الشاطر بيعرف ازاي يخنصر له قرشين من كل شيك يصرفه. انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده، انا راجل عندي كرامه. كرامه؟ طب يا اخويا خلي كرامتك دي تاكلنا عيش ملانيله.